محمد السليم. هذا سوداني زوجته قاعدة تولد في المستشفى في غرفة العمليات، والزول في الانتظار عند الرجال. الزولة قاعدة تتألم، تعرفون أولاده ومشاكلها. أي أي يا أسمان أي. والله يا خديجة والله ما قادر أعمل لك حاجة، والله ذاتي ما قادر أعمل لك حاجة. أصبري أصبري يا خديجة، الصبر ده ذاته مفتاح الفرج. أصبري يا خديجة. أي يا أسمان أي، والله ذاتي بتألم شديد شديد يا عثمان شديد. آي أصبري يا خديجة، أصبري أصبري يا خديجة. أي يا عثمان أي. المهم يا جماعة الخير، بعد هالوقت العصيب طلع الزول الصغير على الدنيا، ولدت السودانية وجابت ولد. المشكلة إنهم في المستشفى الممرضة غلطت، خذت ولد أبيض بدل الولد الأسود حق الزول، وطلعت به السوداني الولد الأبيض بالغلط. إيه مبروك مبروك، قكوت زي الأمر. الزول يا جماعة شاف الولد أبيض وهو أسود، استغرب. هاي أنت متأكدة أن الولد ذاته ابني؟ ابنك حقيمه من فين يعني؟ ابنك هتاخده ولا إيه؟ والله ذاته، والله البشرة دي، ده الواد ذات أبيض وأنا ذاتي أسود، الحكاية دي كيف؟ والله العظيم ده ابنك. والله هي مشكلة، ممكن خدمة؟ اتفضل. رجعيه تاني خليه يستوي.